وعلى فكرة أم كلثوم غيرت في الكلام ده كمان؟ يا والله هي لطيفة، يعني مثلا الكلام اللي بيقول إيه، أنا قلبي بيسألني إيه غير أحواله، ويقول لي بقى يعني ما خطرتش على باله، أمال غلاوة حبك فين وفين حنان قلبه عليا، لما الهوى جمع قلبين على الوداد والحنية. قالت لي جمع دي مش حلوة، وطب بيعمل إيه؟ قالت لي هغيرها أنا. قالت وفين حلاوة قربك فين، فين الوداد والحنية. رامي كان دمه خفيف، قالت له احنا غيرناها يا رامي. قال له ماله يا حبوبة قلت ايه؟ قالت له وفين حلاوة حبك وقربك فين، فين الوداد والحنية. قال له ماله، مفيش مانع كمان تسموها غنوت فين. في مانع يا أستاذ سيد نسمع اللحن منك؟ لا أبدا يا خبر أبيض قوي. ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني، ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني، ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني، على بالك يوم يسأل عني.